مرحبا بكم متابعينا. الأزمة اللي تمر بها البلاد التونسية أزمة خانقة وحاسمة، خلت الاقتصاد في البلاد التونسية يتردى يوم بعد يوم. أذاك علاش الوضع في البلاد أصبح لا يطاق، وأغلبية الشباب التونسي أصبح يعاني من البطالة والفقر والتهميش أيضا. هذا اللي أكد أنه فما أوضاع لا تبشر بخير قاعدة تطبخ على نار هادية، وأول المتضررين في الحاجة هذه هي الدول المجاورة، وبما في ذلك وجهة الشباب التونسي الرئيسية واللي هي إيطاليا. أذاك علاش وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يقوم باستدعاء وزير الخارجية التونسي نبيل عمارة يوم الأربعاء الفايت في روما، وهذا حتى يدرسوا الأوضاع في البلاد التونسية ووضعية الشباب التونسي المزدرية. وصرح وزير الخارجية الإيطالي إنه إيطاليا تدرس في الأوضاع حتى تقوم بتسفير العديد من الشباب التونسي نحو إيطاليا حتى يقوموا بتحسين أوضاعهم، وهذا أيضا حتى تنقص من ظاهرة الهجرة اللاشرعية. وصرح أنطونيو تاياني إنه في الأيام القادمة باش يقوم بتوقيع اتفاق يقضي بجلب أكثر من 4000 عامل تونسي للعمل في إيطاليا، وهذا بالطبيعة بعد تلقيهم التكوين في تونس. وأضاف تاياني إنه تونس هي الدولة الوحيدة حاليا اللي باش تتمتع بالإجراء هذا خارج ما يعرف ببرنامج ديكراتو فلوسي المتعلق بالراغبين في العمل في إيطاليا. وأوضح وزير الخارجية الإيطالي إنه إيطاليا تعمل مع تونس من أجل الهجرة القانونية وبالطبيعة الإنقاص من الهجرة اللاشرعية. إيطاليا اليوم قاعدة تحاول تحسن من وضعية الشباب التونسي، وهكا ما يتعودش السيناريو اللي نشوفناه في الثورة التونسية اللي في عام 2011 فقط أكثر من 800 ألف تونسي هاجروا هجرة لاشرعية نحو السواحل الإيطالية، وأغلبيتهم قاموا بترحيلهم وإعادتهم لبلادهم تونس. في آخر الفيديو إن شاء الله اللي يجي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.